الشباب الثائر افكاره سلميه ما يريد المصلح ما عنده علميه ما يريد المصلح ما عنده علميه سلميه سلميه دوره شبابيه وين العدل وين تثنينا لشهداء العراق وتقليدا لمواقفهم الوطنيه والرساليه وتاكيدا على منهجهم السلمي من اجل العراق تقام المهرجانات تحت عنوان المهدي علم تقوى ووسطيه واخلاق صوت من الثوار قالوا نريد بلادنا هذه المجالس تأتي من باب يعني التعايش الحقيقي الواقعي مع الدماء التي تسق دماء الشباب التي تسق في ساحات التظاهر هذا الشباب الذي خرج من أجل الوطن من أجل الحرية من أجل البناء من أجل إعادة هذا البلد وجعله بمصاف البلدان يعني بلدان الجوار والبلدان الأخرى في باقي العالم يعني باعتبار أنه العراق بلد متخلف بسبب يعني السياسات الخاطئة بسبب يعني ارتفاع صوت الطائفية صوت المحاصصة صوت المحسوبية صوت الخصوصية ولذلك هذا الشباب العراقي الثائر الذي خرج يريد وطن خرج يريد أن يعيد بناء وطن خرج يريد أن يغير كل ما أفسده من ليس أهلا للقيادة من ليس أهلا للبناء من ليس أهلا يريد أن يطرح صوت جديد هو صوت الأخوة صوت المحبة صوت الأطياف العراقية بمختلفها إسلام مسيح صابئة كل الأقليات الدينية والأكثريات الدينية وحتى القوميات كردية تركمانية عربية لأنه هذا البلد هو يعني يحتوي على نسيج وطيف اجتماعي عاش على مر العصور متآخي متحاب أعطوا الفرصة للشباب أوقفوا نسف الدماء إنه جيل مثابر وجدير بالعطاء إنه جيل مثابر وجدير بالعطاء هكذا قال المعلم واصفا هذا الشباب بسم الله الرحمن الرحيم الشباب هم عمدة الأمة ونبض حياتها وشريانها لمدة الثق وهم في كل أمة وزمان أصحاب الهمم العالية والنفوس الأبية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئان لا يعرف قدرهما إلا عند فقدهما قال منهم يا رسول الله قال الشباب والعافية نلاحظ أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يمثل الشباب بالعافية إذن كيف هم مهمين الشباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاس الأمم بقوتها بقوة شبابها وصلاحهم ونلاحظ الآن في هذه الأوقات في ساحات التظاهرات الشباب بطولاتهم وروحهم والغيورة وكما قال السيد الأستاذ الحسن الصرخي أعطوا فرصة للشباب لقيادة وقال أوقفوا قتل العراق أوقفوا سفك الدماء أوقفوا قتل الشباب شبابنا عراقنا وطننا السلام على شباب العراق السلام على شباب العراق مع التجارب التي مرت على الشباب فهم بكل جدارة قادرين على قيادة البلد والوطن إلى بر الأمان بدولة مدنية ووسطية تقوم على الكل بغض النظر عن انتماءاتهم فكما قال السيد الأستاذ بكل براءة ووضوح وبساطة وطيبة أرادوا الوطن فأعطوهم الوطن للعراق نبيع كل غالي ونفي رغم هذا في البصرة الفيحاء ومن خلال حضور لافت للشباب والأشبال والكبار ومن خلال إلقاء البحوث والقصائد الحسينية أكدوا على التزامهم بالمنهج الوسطي المعتدل إيمانا بهم بأنه الطريق الأصلح في كافة الظروف والمتغيرات لقناة المركز الإعلامي أحمد الخاقاني.